عرف السيد من المهاجمين المميزين داخل ال 18 بيجيد العاب الهواء بيقدر يحرز اهداف قويه. وضع انبي كمان يا كابتن ميدو وكابتن طارق السادس على في الجدول ده، انا شايف موقع جميل جدا. خالد شارك فيه بشكل كبير مع لعيبته مع ادارته بيصل للنقطه 49. استاذنك يا كابتن ماهر بس عشان عارف كابتن خالد بتقول لي عصبي ممكن يعني معانا كابتن خالد مساء الفل يا ميدو يا حبيبي. والله العظيم وحشني جدا يا كابتن. حبيبي انا برضو اللي عصبي يا ميدو. بلاش نكتب على الهوا، بلاش على الهوا، خلي بالك منتهى الصبر يا كابتن خالد. والله بلاش كابتن خالد. كابتن خالد ارحب بيك الاول. كابتن خالد متولي المدير الفني النادي انبي، يعني اهلا وسهلا بيك طبعا في قناه النادي الاهلي. اول مره التقي معاك في قناه النادي الاهلي، منورني ومشرفني. وانت عارف بقى انا علاقتي بيك ايه، من اطيب الشخصيات اللي ممكن تقابلها في حياتك. هو عصبي شويه لكن من اطيب الشخصيات وحاجه جميله طبعا. ده انا سعيد جدا طبعا يا كابتن عبد الحميد، انت طبعا اخويا طبعا وانا كان ليا الشرف ان انا دربتك في ده. انا اتشرف بيك كابتن، ربنا يخليك. وسلامي طبعا لكابتننا وكابتن مصر افتخر بالدفاع كابتن ماهر همام. حبيبي يا خالد حبيبي طبعا. لا والجناح الطائر طبعا اخويا طبعا وحبيبي كابتن رضا شحاته. يعني حبيبي يا كابتن، ربنا حبيبي يا كابتن خالد. يعني انا ببارك لك على النتائج الجميله اللي حضرتك عملتها مع نادي انبي، وبصراحه عملت طفره في النتائج والشكل الفني كمان وفي عدد الاهداف، حاجه جميله جدا بصراحه. وانا كنت متوقع كده، وكنت قابلت الكابتن عبد الناصر او عمل معاه مداخله بعد ماتش انبي اعتقد اللي قبل اللي فات، وسالته عن مستقبل الكابتن خالد متولي مع انبي السنه الجايه، وقال لي كابتن خالد متولي مكمل. وده اول سؤال كنت احب اساله لك، كابتن خالد متولي مكمل مع انبي السنه الجايه ان شاء الله؟ والله يعني باذن الله ان شاء الله ربنا سهل يا كابتن ميدو. ان شاء الله باذن الله طبعا. يعني المجلس طبعا مكلمني ومهندس علاء طبعا، يعني الحمد لله واخد بال حضرتك. ولكن في طبعا قعده لازم، يعني في قعده ان شاء الله في خلال الاسبوع الجاي، لكن الامور ستيبل تماما يعني وزي الفل. لكن انا ليا رؤيه وليا برضو استراتيجيه بنعرضها على مجلس اداره كابتن منصف علاء واستاذ زكريا واستاذ مصطفى الامير. انت طبعا كنت يعني من هدافين مصر وهدافين انبي. انت عندنا سيستم وعندنا نظام، فانا انا ليا رؤيه طبعا وليا فكر، لان طبعا يعني عايز انبي يتحط. هو ده كان سؤالي ليك، والله كان سؤالي ليك اللي جاي. يعني كابتن خالد متولي حضرت الجيل الذهبي كاملا مع كابتن طه وكابتن يحيى الله يرحمهم ويحسن اليهم، وشفت انبي يعني في قمه عطائها وفي قمه مجدها بالظبط. فهل كابتن خالد متولي طموحاتك بقى، طموحاتك واللي جواك وعايز تعمل انبي؟ اتفضل. طبعا اتمنى طبعا يا كابتن عبد الحميد ان احنا نوصل لهذا المستوى من الكم اللي انتوا كنتوا متجمعين فيه. كانت يمكن كان في ناس حوالي حضرتك كانت انصاف نجوم، بقت نجوم كبيره جدا. دي حقيقه، دي حقيقه. هدافين واخد بال حضرتك، واضافوا وهم اللي عملوا مجد وتاريخ لانبي بالبطولات اللي انتوا عملتوها بخلال طبعا بقياده طبعا طبعا اخويا الكبير وكابتني الله يرحمه كابتن طه بصري وكابتن يحيى اسماعيل. فكان ليا الشرف ان انا اشتغلت معاهم حوالي 6 7 سنين، واشتغلت معاهم في النادي المصري واشتغلت معاهم في البتروجيت. فطبعا في خبرات كبيره جدا استفدتها من العظماء دول في كل حاجه، سواء في النواحي داخل الملعب او خارج الملعب. فانا اتمنى طبعا ان احنا نجيب بعض الكيانات او الافراد اللي هي تقدر عندها الطموح اللي هي يعني تعمل بيه حتى لو جزء كبير يوصلونا للي احنا بنتمناه ان انبي يوصله. لكن طبعا في تدعيم، لازم يكون في تدعيم في خطوط كتيره جدا، سواء خط الدفاع او نص الملعب او المهاجمين. ولكن الاستراتيجيه والهدف ان انا اللي انا حاطه لازم يتوائم مع سياسه النادي. اكيد برضه لازم اقعد قعده ونشوف ايه هم عايزين، ايه عايزين نوصل لايه بناء عليها. كابتن عبد الحميد انا طبعا بعرض الحاجات اللي عندي وبنقعد وبنتكلم، وان شاء الله باذن الله هنوصل لرؤيه يعني محترمه يليق بنادي انبي ان شاء الله. يعني اكيد يا كابتن خالد. يعني ابرز السلبيات اللي حضرتك شفتها الفتره اللي فاتت كانت ايه؟ يعني لا بص، انت عارف طبعا حضرتك، انت مش غريب على نادي انبي ان تغير المدربين واخد بال حضرتك. كل مدرب ليه استراتيجيه وليه فكر واخد بال حضرتك، وليه اسلوب لعب وطريقه لعب بالظبط. يعني كابتن طارق العشري مسك في الاول واخد بال حضرتك، وطبعا وتولى المسؤوليه بعده الكابتن ايهاب جلال. تولى المسؤوليه بعد كابتن ايهاب جلال اخويا طبعا الكابتن طارق عبد الله. وبعد كده انا توليت المسؤوليه. فحضرتك طبعا الحاجات دي كلها بتفرق في الاداء، وبتفرق طبعا في اسلوب اللعب، وبتفرق كمان في اللعيب نفسه. يعني في لعيب واخد بال حضرتك بيستريح مثلا مع ياسين فبيبدع معاه،
يمكن بالزبط. حضرتك يمكن الفتره الاخيره وانت متابع كويس قوي يمكن عرف السيد مش هو ده عرف السيد اللي قبل كده يعني عرف في تطوير علي فوزي ما شاء الله يمكن عبد الرحمن عامر واخد بال حضرتك الحلواني كمان الفتره دي كان ماشي كويس جدا انا بتكلم بعض العناصر اللي هي يعني القديمه او اللي كانت من اول الموسم ففي برضو انت ليك بعض الرؤى واخد بالك وبعض الفكر اللي انت بتحاول تفرضه على بفكرك على الاداء اللاعبين فبيختلف طبعا ده المدرب ده عن المدرب ده فكان تغيير المدربين هو اللي اثر على النتائج وحط انبي في المشكله ديت ده من ابرز او من اهم العيوب اللي كانت بيمر بيها نادي انبي انا بتفق معاك تماما في النقطه دي ان يعني انبي ليه شكل زي الاهلي ليه شكل زي انديه في اوروبا ليها شكل المدرب اللي بيجي انبي لازم يبقى شكل انبي مش انبي لشكل المدرب الله ينور عليك صح بالظبط يا كابتن ده مهم جدا يعني زي ما انت حضرتك ان انا اصل انبي ليها سيستم معين نظام معين بالظبط بالظبط انا باجي بخش في المنظومه واخد بالك وبعمل بس عمليه ايه عندنا واحد تنظيميه في الملعب او حاجه ولكن طالما السياسه موجوده النظام موجود انت بتحط عليه بعض التاتشات بتاعتك انت بفكرك عشان تطلع المخرج او المنتج اللي انت هتقدمه فان شاء الله نتمنى باذن الله انبي باذن الله في خلال الموسم الجاي يكون احسن باذن الله ان شاء الله يا رب يا كابتن خالد انا شهدت فيك مجروحه طبعا لكن اتمنى لك كل التوفيق مع جهازك الفني وكل الاحترام ليك ان انت طلعت هاني عبد الله معاك كمان لانه يستاهل شخصيه محترمه جدا بشكل النادي طبعاً. وحاجه بصراحه ربنا يكرمك يا رب من كل قلبي وانت عارف ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله تحط انبي في المركز اللي يليق بيه معاك ان شاء الله كابتن خالد حبيبي كابتن حميد وسلامنا طبعا لكباتن مصر كابتن ماهر والكابتن رضا شحاته التوفيق يا خالد التوفيق ان شاء الله حبيبي كابتن هنروح لفصل هنشوف فيه ونسمع فيه